ايش اللي صار؟ ايش اللي صار؟ احنا نايمين في الجلاء في الشوارع، يوم ما جانا نرجع مدرستنا نتقطع، شو هدفك بعد؟ ايش سوينا لهم احنا؟ قاعدين بنلحق في غراتنا بالحراميه، يجوا هم يقطعونا؟ من مين بدنا نتخلص؟ من اللي بيسرق ولا من اللي بيكسف ولا مش مداول علينا؟ وين دين الشعب؟ وين الامم؟ يا عمي وين العالم؟ بكفينا بكفينا، ثمان شهود مش عارفين مين هم في المدرسه، ما لحقناش نرجع، الحمد لله ما جبنا اولادنا رجعنا عروسنا. يعني لو جبنا ولادنا كان صار فينا. وبعدين يا عالم يا عم حدا يحلنا بعرض ربنا، حدا يحلنا بكفي، ما ضلش حدا بغزه عايش. بدكم تحرروا غزه لمين؟ ما ضلش ما ضلش، بتقاتلوا عن مين قاعدين؟ في مين بتقاتلوا؟ وين هم الناس اللي بدكم تحرروا البلد عشانها؟ حسبي الله ونعم الوكيل. زي ما انت شايف، انت هنا لقيت على ترانز اللي كان ترانز ومنطقه الترانز المنطقه الحيويه اللي بقولوا عنها منطقه حيويه، وسوق المعسكر زي ما انت شايف، هاي سوق المعسكر، هاي مطعم مهند، انت شايف الدور مش مبينات، هاي انا عندك مخبز الواحة، عندك انت هاي بلوك 5 مش مبين، طلع بلوك 4 دمار، بلوك 5 دمار 100% الدمار. واحنا طلعنا من اول ما رمل المناشير وقالونا اطلعوا حنصير في عملية عسكرية، بس احنا منتوقعش انه حنصير زي هيك، احنا جينا نتوقع انه دورنا حنلاقيها واقفة، بس فيش زي ما انت شايف دمار، السقوفة نازلة، الدور نازلات، يعني الدار اللي مش مكسوفة محروقة حريق، وربنا يعوضنا خير. احنا تهجرنا، قالوا لنا اطلعوا من الشمال للجنوب هناك امان، فطلعنا من الشمال للغرب للنصر، كان الضرب في النصر اكثر من هنا، رجعنا على بيوتنا بس مساحة، بس نشوف انه بيوتنا هنا، ثلاث بيوت الي، ولا بيت كله نازل، غير تابع لاي مقاومين، غير تابع لاي حدا، اكل شرب مش موجود في قطاع غزة بالمرة، دمار شامل، شمال قطاع غزة دمار شامل بالكامل، لا يوجد أي بيت يصلح للعيش ويصلح للسكن للسكن فيه. شبكات المياه كلها مضروبة، شبكات الكهرباء كلها مضروبة، لا يوجد أي مياه صالحة للشرب، لا يوجد أي أكل صالح للشرب، احنا رجعنا على بيوتنا على أساس نلاقي بس لو غرفة نتقوى فيها، ما لقيناش من الثلاث بيوت أي غرفة نتقوى فيها، بيوتنا كلها تهدمت بالكامل، هذه عملية تهجير متعمدة. في اكتظاظ سكاني في الغرب ما عمرك شفت زيه، الناس بتنام في الشوارع، معظم سكان معسكر جباليا بناموا في الغرب على الجلاء، بناموا في الشوارع بدون اكل بدون شرب. الصوره لا توصف للعالم، يعني اللي بصير لو بصير في اي دوله في العالم استحاله حدا بيسكت على اللي بصير فينا. انا بحس احنا شعب غزه ما حدا بدور عليه، كلهم منافقين، لانه لو فعلا فعلا بدوروا ما بصيرش الدمار الشامل اللي صار في قطاع غزه، الاموات والشهداء والدمار. انا ما عرفتش بيتي، ما عرفتوش، عارف ايش ما عرفتش بيتي؟ قاعد بسال الشباب بقول لهم وين بيتي؟ الامانه هذا يعني مش نازيين، النازيين لسه اقل شيء منهم، لا يوصفوش اطلاقا، اليهود لا يوصفوا انهم، مش عارفه انا ايش نحكي، فيش كلام لا يوصف، للامانه الصوره هي اللي بتحكي لحالها، الصوره هي اللي بتحكي، مش احنا اللي بدنا نحكي. يعني شوف الصوره لحالك، الدمار الشامل ما فيش، بدنا نقول سوى حسبنا الله وانت نعم الوكيل على كل واحد تامر علينا وكل واحد شارك في دمارنا.